في 23 من يونيو من عام 1879 ميلاد الناشطة المصرية هدى شعراوي. ولدت في مدينة المنيا بصعيد مصر، وتعتبر هدى شعراوي من رواد الحركة النسائية بمصر، فقد نادت هدى شعراوي بتحرير المرأة كما طالبت بحقوقها، وتعتبر من أبرز وأهم الناشطات المصريات. وفي عام 1919 قامت بقيادة المظاهرات النسائية، كما قامت بتأسيس مجلة الإيجيبسيان المصرية. وتوفيت الناشطة المصرية هدى شعراوي عن عمر يناهز 68 عاماً.